الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله، وما توكلنا ولا اعتمادنا إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إخوة الهجرة في سبيل الله، أوصيكم ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان، إن كنا هاجرنا من بلادنا فقد هاجر قبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا أحببنا بلادنا فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وإن كنا أحببنا تركيا فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. أحب نبينا صلوات الله وسلامه عليه أرض المهجر التي هاجر منها، وأحب أرض المهجر التي هاجر إليها. عندما خرج من مكة قال: مكة لأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية: مكة لأنت أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هي أحب بلاد الله إلى الله، أعني مكة، وهي أحب بلاد الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد هاجر منها ليسلم الدين، لتسلم الآخرة، لتسلم الدعوة، لتنهض الأمة. وعندما هاجر إلى المدينة لم ينسه حب مكة حبا عمر قلبه للمدينة. قال عليه الصلاة والسلام: بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما فتح مكة فتحها برجال من المهاجرين والأنصار، عندما فتح مكة دخلها وأعمر الإيمان فيها وهدم الأوثان في ربوعها، ثم وجد شيئا في قلوب الأنصار. الأنصار قالوا: بعد أن فتحت مكة سيعود النبي صلى الله عليه وسلم للاستقرار فيها، ولن يعود إلينا أهل المدينة، سيعود إلى قومه، سيعود إلى مكان مولده، سيعود
إلى أيام الصبا، إلى أيام بدأت الدعوة منها وانطلق الوحي فيها. فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني الأنصار، وبدأ يذكرهم بفضلهم عليه، وهذا من أدبه وهذا من تواضعه. ألم آتكم شريدا فآويتموني، ألم وهكذا. وهم يقولون المنة لله ورسوله. ثم قال لهم بعد ذلك: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. فكان هذا وفاء من نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة لمن ناصره. ونحن ألا يجدر بنا أن نسير على سنة نبينا؟ أسمعوني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسير على هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، أن نكون أوفياء لمن ناصرنا ونصرنا وآوانا. يستكثر بعض الناس أن نؤيد نبع السلام، لماذا؟ لأن تلك الأرض انطلقنا منها. ألم ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ثم عاد فاتحا لمكة برجال من مكة ومن المدينة؟ أليست أمتنا أمة واحدة؟ أليست هذه الحدود حدودا مصطنعة؟ أين كنا قبل 100 عام؟ يوم كان أكثر أوقاف الشيخ أو السلطان عبد الحميد في إعزاز وريف حلب، أين كنا قبل 100 عام؟ يوم كان ينطلق المسلم من البوسنة إلى اسطنبول، ومن اسطنبول إلى القدس، ومن القدس إلى دمشق، ومن دمشق إلى المدينة، دون أن يقول له أحد: أين التأشيرة؟ إنها الجنسية العثمانية، إنها الهوية العثمانية الإسلامية. الآن نستكثر على من ناصرنا أن ننصره ولو بالدعاء. أيها الإخوة، عدونا عندما يتعامل معنا يتعامل على أننا أمة واحدة، ونحن نتعامل مع بعضنا على أننا أمم. هذه أمة، أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وأنا ربكم فاعبدون. الله عز وجل ربنا وإلهنا، وجعلنا على هذه الشاكلة، جعلنا أمة واحدة. عندما يحارب الإسلام لا يحارب فقط من خلال طاغية الشام، ولا يحارب فقط في الشام، يحارب في كل مكان، لأنه الإسلام. عندما تذهب إلى ألمانيا فكل تركي يعني المسلم. إذا قالوا لك تركي يعني يسألونك هل أنت مسلم، أو إذا قالوا هذا تركي فهم يعلنون بأنه مسلم. فقد التصقت بسبب الدولة العثمانية معنى الإسلام بمعنى الترك،
ولو عدنا إلى تاريخنا لتأكدنا أن تاريخنا الإسلامي ثلثاه تركي. فالعرب حملوا الإسلام للترك، أدخلوهم به إليه، والترك حملوا الإسلام للعالم. والدولة العثمانية اليوم دخل فيها وبسببها أكثر من 500 مليون رجل اليوم من المسلمين يوحدون الله عز وجل في أنحاء الأرض، دخلوا بسبب دولة بني عثمان. وبعض الناس يحاولون أن يحطوا من قدر الدولة العثمانية عندما يتحدثون عن حديث صحيح سيأتي في آخر الزمان في معركة مرج دابق، تلك المعركة التي أشرنا إليها أكثر من مرة، في نهايتها ينتصر المسلمون، وبينما هم مسخنون بجراحهم فقد انخذل ثلث الجيش. قال عنهم عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله لهم توبة أبدا. واستشهد ثلث الجيش، قال عنهم عليه الصلاة والسلام: هم خير شهداء الله في الأرض. وانتصر الثلث الأخير لكنهم مسخنون بالجراح، قال عنهم عليه الصلاة والسلام: هم خير أجناد الأرض. بينما هم مسخنون بجراحهم إذ نادى مناد: لقد خرج الدجال في أهليكم. قال: والرواية لمسلم: ولم يكن الدجال قد خرج بعد. فيحتار المسلمون، هل يتركون عدوهم الذي انتصروا عليه لكنه ما زال في الخندق الآخر، أم يتركون أهليهم الذين خرج الدجال لهم؟ قال: فحينئذ يخرج الدجال. فكأنها إرهاصات لخروج الدجال. قال: فيكبر المسلمون تكبيرة في القسطنطينية، فيفتحون شقها الذي على البحر، ثم يكبرون تكبيرة أخرى فيفتحون شقها الذي على البر. يأتي اليوم من يحاول أن يطعن بالعثمانيين بأن القسطنطينية ليست التي فتحها محمد الفاتح، وأن الذي يفتح القسطنطينية هم المسلمون في زمن الدجال. هذا الكلام أيها السادة جهل وطعن وإساءة، فقد كان محمد الفاتح يقرأ صحيح البخاري وهو ابن 10 سنين، وقد أوصاه أبوه بالخلافة وتفرغ والده مراد للعبادة، مما أغرى الروم أبناء القسطنطينية لكي يشنوا هجوما على دولة يحكمها طفل، فأرسل إلى والده كتابا يكتب فيه: إلى والدي، إن كنت أنت السلطان فإن الواجب يأمرك أن تكون على رأس جيوشك، وإن كنت أنا السلطان فإني آمرك أن تكون على رأس جيوشك. هذا هو محمد الفاتح، هذا الرجل وهو دون 18 سنة يقول هذا الكلام ويفتح البلاد، وبحث من شيخه لينال شرف فتح القسطنطينية، يفتح القسطنطينية ثم يفتح ما وراءها. هذا الحديث أيها السادة الذي ذكرته لكم أنه في آخر الزمان في زمن الدجال تفتح القسطنطينية، حمله العلماء على حديث آخر. سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال القسطنطينية ثم رومية، يعني تفتح القسطنطينية التي اسمها اسطنبول الآن، ثم تفتح روما التي هي عاصمة أوروبا من الناحية الدينية. الأوروبيون يطلقون على روما كانوا ولا يزالون اسم القسطنطينية. فالحديث حمله العلماء القسطنطينية الثانية، فالحديث هذا حمله العلماء على فتح روما في آخر الزمان. إذن تفتح القسطنطينية التي صار اسمها اسطنبول أو إسلامبول أو مدينة الإسلام، ثم تفتح بعد ذلك روما التي تعرف بالقسطنطينية الثانية. وهذا يعني أن هذا الدين باق ما بقي الليل والنهار، وأن هذه الأمة رغم الجراح ورغم الآلام ورغم التحديات ورغم ما ينزل بها ورغم تكالب شعوب الأرض عليها يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكنة على قصعتها، رغم ذلك كله فإن هذه الأمة لا تموت، وهي باقية إلى قيام الساعة بعز عزيز أو بذل ذليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لك ربي كما أمرت، وصلاة وسلاما على نبيك الذي لنا أرسلت، ورضوان الله على صحابة كرام برر بهم سماء هذه الدنيا الأرض. أوصيكم إخوة الإسلام ونفسي المخطئة المذنبة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته وأحذركم وبال عصيانه. إخوة الإيمان والعقيدة، نحن أمة الوفاء. نبينا عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه امرأة عجوز فيقوم فيفرش لها عباءته ويتعامل معها بمزيد من الاهتمام والإكرام، فتقول السيدة عائشة: من هذه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هذه امرأة كانت تأتينا أيام خديجة، يعني هي من صويحبات خديجة، يعني يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لخديجة. قال العلماء: هذا من الوفاء. ونحن عندما نكون أوفياء للدار التي استقبلتنا فهذا من ديننا، وهذا من شرعنا، وهذا من سنة نبينا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، وإنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. نستغفرك ونتوب إليه، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم لا تقبل
تقطعنا بأسباب الذنوب عنك يا الله، ولا تحجبنا بقبائح العيوب. لا نضام وأنت إلهنا، لا نضام وأنت إلهنا، لا نضام وأنت إلهنا. أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وأمتنا ما دام الموت خيرا لنا. وإذا قضيت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحببت يا الله، ونعادي بعداوتك من عاديت يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. لا تنسوا صناديق تبرع لهذا المركز، فنحن دائما بحاجة إلى مددكم وعونكم. وقليل منكم ليس بالقليل، قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. قوموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله.